كنت أشتغل على سيارة هونداي، أطلع أروح أجي، أودي عالم، أودي بضاعة، أنقل خضرة، يعني شغل كل شيء أشتغل، أي شيء صحي اللي قدامي أشتغله يعني. فبالصدفة كنت نازل على المعبر وصار قصف وتصاوبت، فقدت أحد أطرافي. حتى نفسيتي ارتاحت يعني، وين فرق يعني، كنت قاعد بالبيت سنتين تعقدت يعني، نفسيتي تعبت. أما بعد ما صرت أطلع بالسيارة رجعت يعني حتى نسيت بيني وبينك يعني، ألا أحد يذكرني لما على وضعي يعني ناسي، ألا أحد يذكرني أنه ليش ما مثلا تسوي طرف، ليش ما مدري شنه، ليش، لأني صراحة شبه رجعت حياتي طبيعية يعني.